السلام عليكم. نتكلموا على مصر اوغندا، وين شلنا كيفاش المقابله. الشوط اول اللي كان شوط اول كان بالنسبه لاوغندا، كنا نشوفوا في اوغندا كانت مسيطره في الاول، لكن بعد التغيير الاضطراري تاع مصر، وين شلنا كيفاش مصر عاودت ولات في الدقيقه العشرين، وين عاودت ولات ورتبت الصفوف تاعها بعد فتره فراغ فاتت فيها. في الشوط الاول، في بدايه الشوط الاول، مصر كانت في فتره فراغ قبل تسجيل الهدف، وين كانت في فترة فراغ. نقولوا بلي محمد صلاح بعد الركنية اللي دار، قلت لك الركنية الكونفرو اللي دارها، هدف جميل، هدف تاع لاعبين كبار، هذا نستعرفوا، هدف تاع لاعبين كبار. انا كنت نقول بلي مصر تحوس تخسر بالمقابله في طوع الدومي فينال، ما تتلاقاش بينا وكلش. بصح اليوم امام اوغندا، شنا بعد الهدف شنا كيفاش مصر ضيعت اهداف. لكن اوغندا اللي لعبت شوط اول، شوط من احسن اشواط تاعها اللي لعبتهم، شنا كيفاش كانت مسيطره في وسط الميدان، وين نقطه ضعف تاع المصريين اللي راهي عندهم تباطؤ كبير في وسط الميدان. وين شلنا كيفاش وسط الميدان تاعهم شويه، وين في الدقيقه فانيك ال 45 احمد المحمدي وين سجل فانيك هدف. شلنا كيفاش الهدف في الدقيقه 36 تاع محمد صلاح عن طريق ضربه حره، وين كوفرو، وين ربدها، لعبها بطريقه جميله تاع كما يقول لك تاع لاعبين كبار، تاع لاعبين كبار. نقولوا بلي هذو هما اللاعبين اللي يديروا ديفيرونس، مالغري عملت استحواذ. كنت تشوف اوغندا هي اللي مسيطره، خاطر شنا الاهداف تاع مصر، بصح اوغندا شنا فرص ضائعه، وين نقولوا بالك مصر نقطه الضعف تاعها وهو خط وسط الميدان اللي راه عيان سنه. مصر ما كان كنا نشوفوا مصر راهي تلعب امام الجمهور تاعها، كره تلعب خارج مصر، كره خاسره دو ماتش بالك. على ذيك اليوم نقولوا بلي مصر ويشلنا الهجمات الخطيره 16 من حسب الاخرى تاع وين شلنا فينيك، شلنا الهجمات الخطيره شلنا 16، شلنا هدفين، نقولوا شلنا هدفين من احمد المحمدي ومحمد صلاح. بصح شلنا اوغندا وين ضيعت اهداف. كنت تشوف قدام لا تسجل قدام لا تماركي مصر، شلنا كيفاش اوغندا ضيعت اهداف كثيره، ضيعت اهداف. شلنا بدايه الشوط الثاني الدقيقه ال 55 فانيك، وين اوغندا ضيعت فانيك هدف كان محقق. شلنا كيفاش الشناوي اللي اخرج كما نقولوا حنايا، نقولوا اوغندا وين شناها لعبت 4-4-2 خطه محكمه امام المصريين. اللي شلنا كيفاش المصريين كيفاش لعبوا 4-3-3 خطة تاعهم المعهودة، اللي شناهم كيفاش محمد صلاح وتريزيغي كيفاش يدخلوا باش يخدموا مع خط وسط الميدان. شنا كيفاش نقولوا بلي المصريين قلعوا بهذه الخطة تاعهم النهار الأول، برومي ماتش تهم أنا شتهم قلعوا يلعبوا بهذه الخطة 4-3-3 4-3-3. وشلنا كيفاش الاوغنديين كيفاش راهم يلعبوا بهذه الخطه 4-4-2، وراهم فارضين خطه اللعب تاعهم. هذه مايغري خطه نقولوا حنايا خطه تقليديه، لكن شلنا كيفاش وين شلنا عبد الله السعيد احمد الحمادي، شلنا ايمن اشرف، شلنا خاصه كيما يقول لك محمد الشناوي الحارس تاع مصر، اللي عرف كيفاش نقولوا بلي عرف كيفاش يحافظ على الشباك تاعو، وين اخرج كرات خطيره من الشباك، خاصه عن طريق اللعاب تاع اوغندا. اللي نقولوا بلي ما عرفش كيفاش يسجل اهداف، وين اللاعب الين كيما باندي، وين ما عرفش كيفاش نقولوا فاروق مايا، هذا اللي ضيع الهدف في الدقيقة 23
هذا محقق، هذا على الجهه الكونتي على لا دروات، وين عاود ردها بدماغ الشناوي راح معها خرجها، كانوا 0-0 في الماتش. كانت قادر حسن واسل وين فانيك نقولوا باللي لعبوا بطريقه جميله، لعبوا قدموا مقابله الشوط اول شوط ثاني بدايه شوط ثاني فانيك نقولوا باللي شوط ثاني اللي راه المصريين بالك يحاول سجلوا هدفين، دخلوا الشوط الثاني باش يجيروا المقابله بدون عناء ويحافظوا على النتيجه، وراهم عاطين الفرص وين نقولوا مصر رجعت راهي تلعب لي كونتر اتاك وتلعب اكثريه مركزه على محمد صلاح ومركزه على تريزيغي، وراهم يلعبوا على لي كوتي وراهم يلعبوا الكرات العرضيه. شفنا كيفاش حتى احمد المحمدي الخطوره اللي يديرها وراه يسمح التريزيغي يدخل في وسط الدفاع، هو يخدم لي روتري تاعو محمد صلاح وين يلعب وراء المهاجمين ويقارع الكرات الضائعه والسرعه تاعو في الكرات الطويله اللي يخدموها معاه خط وسط الميدان، خاصه خط وسط الميدان لا يخدم مع محمد صلاح الكره الطويله والسرعه تاعه. شفنا كيفاش كاع راهم يلعبوا مع محمد صلاح مع تريزيغي في خطه نقولوا باللي 4-3-3 خطه اللي عرفناهم باللي يلعبوا بها. شفنا كيفاش محمد النيني اللي راه فانيك تريزيغي محمد صلاح كوكا اللي راهم يلعبوا هذو نبيل عماد وين نبيل عماد اللي فانيك راه يلعب بطريقه اللي نقولوا باللي هو العنصر الناشط في وسط الميدان، عنصر ناشط في وسط الميدان وين ابراهيم محمدي اللي فانيك نقولوا ابراهيم محمدي احمد المحمدي اللي راهم نقولوا بلي راهم يلعبوا لي كونتر اتاك، واحد يلعب مع تريزيغي واحد يلعب مع محمد صلاح، وين راهم يسمحوا لمحمد صلاح وتريزيغي يدخلوا يديروا ضغوطات في وسط الدفاع. وشلنا كيفاش اوغندا وراه تبني اللعب تاعها من خط وسط الميدان وراهم متحكمين في خط وسط الميدان. اوغندا كنقولوا بلي اوغندا نشوفوا السكور تاع اوغندا مصر ما تصب، نقولوا بلي اوغندا خاصها لا فينيسيون، خاصها لعب تاع لا فينيسيون. وين رانا نقولوا بلي لي زافريكا تطوروا بزاف كونديسيون فيزيك، كي تشوفهم كيفاش يلعبوا لي كونديسيون فيزيك ما يعيالكش. اوغندا شنا الجري اللي راهم يجروه ما يعيالكش يا سي محمد، يلعب لك نورمال يكمل لك 90 دقيقة تزيد تعطيه الدوزيام بارتي يلعبها نورمال. الناس اللي ما بغاش تأمن باللي الناس طورتها، راهي مصر طاحت في جروب، عندك جروب مشي صعب، وين ما شناش في جروب صعيب ولا شنا في جروب نقولوا متوسط. بصح كي تشوف نتايا الخدمة تاع اللاعبين، الخدمه تاع اللاعبين تاع الفرق الانديه الاوروبيه، تحس باللي افريقيا تطورت في بزاف مجالات، تطورت في بزاف مجالات. على ذلك نقولوا باللي اليوم المصريين عرفوا كيفاش يجيروا المقابله تاعهم، عرفوا كيفاش يجيروا الشوط الثاني اللي لعبوه بهدوء، لعبوه خاصه وين عندهم مقابلات كيما نقولوا حنايا الدور الثاني، وين كاع يخمو ما يدوش لي كارطو لي بليسي بزاف صوالح، كل لاعب يبغي يكون حاضر في الدور الثاني وين تكون مشاهده وتكون متعه في اللعب امام فرق كبيره، تاهل الكارديو فينال، تاهل الدومي فينال، تاهل للنهائي، يعني كل لعبه باغيين يشاركوا في افراح الشعب تاعهم. على ذلك اليوم نشوفوا بلي بعد الهدف تاع احمد المحمدي وين مصر كي دخلت الشوط الثاني دخلت بطريقه وين الدافع جيري المقابله كما نقولوا حنا، مالغري رانا نشوفوا بلي كيفاش محمد صلاح رجع وين رجع في خط وسط الميدان، تريزيغي رجع لخط وسط الميدان بعد ما شافوا كيفاش الخلل كاين في خط وسط الميدان، وين كانت اوغندا مسيطره في الشوط الاول في خط وسط الميدان، الشوط الثاني فانيك كانوا مسيطرين وعرفوا كيفاش يبنوا هجمات تاعهم من وسط الميدان لكن بدون جدوى امام دفاع امام حارس
احمد الشناوي اللي انقذ المرمى تاعو من عده اهداف. انقذ المرمى تاعو كاين واحد الكات بيت بالاب وين هو خرجهم. على ذيك حنايا نقولوا مصر تتاهل 9 نقاط بجداره للدور الثاني. وهذه هذه هما الفرق الكبيره تقارع منها، ما تقارعش منها مفاجات تتاليمينا ولا تقارع لها تكاليفها بسهوله. صحيتو ربي يحفظكم.